يركلهم تحت هم ينتظروا الاكل الين لما يجي من الدوام. والبلاوي والبلاوي في الاماره كلها بشر السطوح اللي زار كله. لا قلت له يا ابوي لا تعطيني. قال طيب معليش انا ما ادري انه زي كذا. قلت لا يا ابوي الحين غاز ما تستخدمه الا هذا غاز. والاسطوانة يعني تحت. ايه يصور اسطوانة في الدولاب.